أريد فرشاة سعيدا. إنها لي، وهذه أيضا لي. كل شيء لي أنا. وخمسة عشر إلى اليسار. تنظيف الأسنان. قشدة. انتهى البرنامج. تسجيل دخول الابتسامة. ابتسمي جيدا. ابتسامتي. أجل، إنها لي. زيجي، استيقظ، اليوم عيد ميلادك. نعم، أراك لاحقا. يا له من ولد لطيف. يأكل الحلوى. أحب طعم حلوى التوفي صباحا. هل يشبه طعم التوفي؟ علي أن أرسل دعوة عيد ميلادي لسبورتكس. ماذا؟ حفلة عيد ميلاد؟ ماذا ستجلبون له بمناسبة عيده؟ إنها مفاجأة. ماذا؟ ماذا بهديتك ستيجي؟ من أنا؟ حسناً، لقد حضرتها، لكن سأحتفظ بها. ستحتفظ بها؟ إنها هدية عيد ميلاد، لا يمكنك أن تحتفظ بها. حسناً، كل سنة يطلب الهدية نفسها. حلوى توفي. أقال أحدكم توفي؟ أين هي؟ أين هي؟ سمعت أحداً يقول توفي، أنا متأكد من ذلك. ترى لما لم تتم دعوتي؟ حسناً، لن أسمح بحدوث ذلك مطلقاً. حان وقت التنكر. أوه، كان ذلك سريعاً. الأرنب مضحك كثيراً. المال. هذا هو المطلوب. والآن ما أحتاج إليه هو هدية جيدة. عندما أقول جيدة أقصد سيئة. وصلتني رسالة. ما هذا؟ تعالوا إلى حفلتي، تعالوا إلى حفلتي، تعالوا إلى حفلتي الآن. واجلبوا الهدايا، واجلبوا الهدايا، واجلبوا الهدايا الآن. الجميع مدعو، الجميع مدعو. الجميع. هذا لطيف. لكن إلى ما يحتاج زيجي فعلا بمناسبة عيد ميلاده؟ أها، وجدتها. كرة قدم؟ لا، شيء آخر. أمر لا يستغني عنه. بيسبول. لا، ربما شيء آخر. حان وقت تحضير خشبة المسرح. تراه، أعلن اليوم يوم
عيد ميلاد زيجي. أيها العمدة، أيها العمدة، لا تبدأ من دوني. تحميلٌ يفوق الطاقة. ستيفاني، هذا ما حذرناك منه. أرجوك عليك أن تساعدينا. تكلمي مع عمك. أرجوك أرجوك ستيفاني. عمي. عمي. أجل. لا يمكنك أن تسمح لباسي أن تلقي خطابا. ماذا يقول؟ قالت إنها حضرت خطابا لعيد ميلادي. أعلم، هذا ما قصدته، فهي تواصل الكلام. وتواصل. 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 أجل أجل، إذا فكرنا في الموضوع أعتقد أنها تطيل الكلام قليلا. قليلا؟ صحيح. الأمر فظيع. الطقس فظيع، أليس كذلك أنيسة بيتيبودي؟ أجل، لم يحن موعد إلقائي الخطاب؟ لا أريد أن أضيع الفرصة كي أملأ عيد ميلادي هذا الصبي مرحا وسعادة. أضفت بعض الأشياء لهذه المناسبة. أشياء قليلة لن يأخذ الأمر وقتا. أين البداية؟ حسنا، لكن أولا لنوزع الهدايا. ألا أحبكم هدايا؟ نعم أنا أحب الهدايا. أجل أجل، والآن من سيبدأ؟ أنا أرجوكم أنا. ولكن أنت أنا دائما تبدأ. أرجوك سيدي، أنا أرجوك. أنا هذه هديتي. شكرا 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 لك. استنجي أفلتها. عيد ميلاد سعيد. ما هذه؟ قطعة من حلوى الطوفي، إنها المفضلة لدي. واحدة فقط؟ ستينجي كيف عرفت؟ أجل كيف عرفت؟ تخمين موفق. أيمكنني استعادة العلبة؟ حسناً. حسناً ستينجي، أفسح الطريق. أنا أمر. انتبهوا، هذه هدية كبيرة لك زيجي. أجل افتحها، هيا افتحها. ماذا في داخلها؟ لما لا تفتحها زيجي؟ هيا. أنا أريد هذا، إنها هدية مضحكة. أحسنت باختيار الهدية تريكسي. انتبهوا، هدية أخرى. أجل زيجي، أحضرت شيئا لك. نعم تفضل. إنه ظرف. لطالما أردت واحدة مماثلا. شكرا. التالي زيجي، يجب أن تفتح. افتح. أعلم ذلك. ماذا في داخله؟ www.tofi.com. هذا جيد، جيد جدا. يمكنك تحميل أي صورة تريد عبر الإنترنت لأي من حلويات التوفي. حقا؟ شكرا. يمكنني أن أكلها؟ لا، بل تنظر إليها فقط. ألا يمكنك عدها؟ حسنا، من التالي؟ أما الآن، عفوا الآن حان وقت خطابي. اهتمال، تذكرت أنني أضفت 5 دقائق على خطابي فقط من أجل عزيزي ويجي الصغير. ويجي؟ ذلك بعد أن أقدم إلى زيجي شيئا صغيرا. حلوى الطوفي بنكهة الطوفي. إنها من النوع الأفضل عندي، شكرا. ستيفاني، هل جلبت لي مزيدا من الطوفي؟ حسنا، إلى حد ما. طفي طفي غرامي تحللي أيامي. أنا أدعوها صيحة الطفي. كان ذلك جميلا، أكاد أشعر بطعم الطوفي اللذيذ. والآن لننتقل إلى خطابي. سبورتاكس. لم تعتقد أنني سأنسعد ميلادك صحيح؟ ماذا جلبت؟ ماذا جلبت؟ ماذا جلبت؟ هدية مميزة لك، ستبقى لديك مدى الحياة. أهو تزويد لمدة 200 سنة من الحلوى؟ لا. أهو كيس من المقرمشات بنكهة الكاكاو؟ لا. هي شاحنة مليئة بالآيس كريم اللذيذ؟ هيا تفضل. رائع. تصلها كهرباء؟ لا تصلها بالكهرباء، إنها فرشة أسنان. أجل، ألم تسمع بفرشة أسنان زيجي؟ هي بلا 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 بلا. لا مهلا، دعوني أتفقد جهازي للبيانات. ماذا؟
فرشاة الأسنان هي واحدة يمكن حملها ذات شعيرات فعالة وتأثيرها يدوم طويلاً. صحيح، تستخدمها لتنظيف أسنانك من بقايا الطعام. لكني أبقي بين أسناني بعض أشيائي. هذا مقرف زيكي. علي أن أمحو من ذهني ما سمعته. إنها كالتي أملكها تماماً. وكيف نستعملها؟ ألم تسمع أغنية العشرون مرة زيكي؟ هيا بنا. صغير لك عشرون إلى أعلى عشرون إلى أسفل تتم عبره أعمالك عشرون إلى اليسار عشرون إلى اليمين هي حيلة أعرفها تساعد إن طبقتها لا تأخذ وقتا حينها تصبح متألقا اسمع نصيحتي حان الوقت لكي تنظف نظف أسنانك مجددا عشرون إلى أسفل يا له من رقم سحري عشرون إلى اليسار عشرون إلى اليمين تبتسم عند السلام ستشعر بالانتعاش هيا اسمعني كلامي مفيد لا كوالي اسمع نصيحتي حان الوقت لكي تنهض نظف أسنانك مجددا حان الوقت لتبتسم تحتاج إلى الرقم 20 حان الوقت لكي تنهض نظف أسنانك مجددا حان الوقت لتبتسم تحتاج إلى الرقم 20 حان الوقت لكي تنهض نظف أسنانك مجددا حان الوقت لتبتسم تحتاج إلى الرقم 20 الرقم 20 أريد فعلاً أن أجربها. لا تحاول إذاً. واو. لم تتصور فعلاً أنني سأنسى عيد ميلادك. أنا جنية عيد الميلاد يا صديقي أجوب العالم وأقدم الهدايا إلى كل الأولاد في أعياد ميلادهم جنية عيد الميلاد لم تزوريني في عيد ميلادي ولا مرة أنت تدينين لي بالكثير تدينين لي بالهدايا عن السنوات الثمان التي مرت إذن أين هي هديتي؟ أين هديتي؟ دادا إنها لي أجل ما هي؟ إذن ما هي؟ إنها آلة للسنة الحلوة يتم تشغيلها بطريقة إلكترونية فوق صوتية إنها أحدث وأروع آلة لصنع الحلوى حسناً هذا أمر لا نراه كل يوم أتمنى فعلاً أن يسرعوا إنهم يضيعون وقت خطاب مهم أنت وحدك يا صديقي تستطيع أن تطلب ما تريده وستصنعه لك أنا فقط واو سأشغلها ومن ثم أوقفها لا طوفي أتعتقد أنها فكرة جيدة؟ بل إنها فكرة رائعة جدا دع الفتى يستمتع قليلا هيا اذهب 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 طوفي انتبه إنه طوفي لذيذ أتريد المزيد؟ طوفي 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 ألفظها وأحصل عليها لا تستطيع صنع أي شيء هذا مذهل طوفي طوفي أنا أريدها 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 ستينجي أرجوك ابتعد عن الآلة انتبه طوفي 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 آه.
ستينجي. ستينجي. توفي. توقفي. إنها تعمل. نعم. توفي توفي توفي. القوة القصوى. واو توفي. هيا توفي 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 توفي. نعم. أسل التقطها زيجي. توفي إلى الأبد. لا تقلقي يا هدايا، سأبقى هنا معك. انتبهوا، علينا أطفئ هذا الشاي الآن. انتبهوا، يجب إيقافها. ما هذا؟ هيا يا زيجي أبصقها. هيا أبصقها. هيا زيجي. إنها حفلة عيد ميلاد جنونية. ستيفاني استمري بمساعدة زيجي، لدي تماما ما نحتاج إليه في منطادي. سلم. هيا ساعدنا. هيا علي أن أصل إلى الآلة. هيا. ميكسل اجعلها تتوقف. إنها هدية تستمر بالإعطاء والإعطاء والإعطاء. لا أستطيع وحدي، زيجي يقدر على ذلك. عمي عليك أن تفعل شيئاً، وإلا سيتحول اسم ليزي تاون إلى توفي تاون. لما لا نأكلها بكل بساطة؟ ماذا تقول؟ إنها الحلوى، لما لا نأكل الحلوى؟ لماذا؟ يا جماعة، هذه حالة طارئة، كلوا وانجوا بحياتكم. لا يمكنني أن آكل بسرعة. لا. أطفئها يا زيجي. زيجي أطفئها. أكلت كمية كافية من الطافي. ماذا يجري؟ لو علمت أن هذا ما ستؤول إليه الحفلة ما كنت أتيت إلى هنا. لا، لأهرب. يجب أن أسرع. سنغرق في الطوفي. لا أصدق أني سبيبادي. النجدة. 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 ما هذا؟ فرشاة الأسنان، أين هي؟ لو كان زيجي يحمل فرشاة الأسنان لكان نظف أسنانه وأمر الآلة بأن تتوقف. أجل، نظف أسنانك زيجي. لن ينجح الأمر. لا. أين وضعتها زيجي؟ لابد من أنها في مكان ما. إن فرشاة زيجي في الأسفل. انتهى أمري. لقد توقفت. ستنفجر. سبورتاكس هيا افعل شيئا. هيا سبورتاكس هيا. النجدة. النجدة. أين هو؟ أين سبورتاكس؟ ماذا لو لم يعد أبدا؟ عليه أن يعود، إنه سبورتاكس صحيح. لا، ستنفجر. النجدة. أحضرتها. التقط يا زيجي.
حسناً عشرون مرة إلى الأعلى. زيجي عشرون مرة إلى الأعلى. لا أستطيع أن أرى. خلاجدا. هيا هيا هيا. أسرع يا زيجي. توقفي. أجل أحسن. بيلفورد. رائع. إنها أجمل هدية على الإطلاق. النجدة سبورتاكيس. النجدة 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 أنجدني. أسمع سبورتاكيس، هذه ليست بجنية عيد ميلاد، إنه روبي روتن. روبي غير معقول. أتشو، والآن سيبدأ خطابي. بين بانج ديجي ديجي دانج، كلمات غريبة أغنيها. بين بانج ديجي ديجي دانج، كلمات أجهل معانيها. تعالوا لنرقص كلنا، الحركة تفيد جسمنا. لكني كنت جنية عيد ميلاد رائعة. عيد ميلاد سعيد لك. سارت الأمور.